السلام عليكم سيدة الكريمة. يلا هذا سبيكر هذا قوي لي هذا لا ديوتشا حسن أرجع هذا ما يسمع عم بدي أعلمك ما نزل تاني ما تجي خسر في تركيا أنت لا كملا من تركيا بلي يا رب هذا تكون شميل من شميل استعين إن شاء الله جاهد دكتور بإذن الله أخذه قلت لك ما نبغى تركيا بلي استعين جاهد إن شاء الله حسيت يقول ما يسمع عن هذا جاي من تركيا أخرى تركي حسيت يقول إن شاء الله صوت مجرد وإذا مريت فهو يشفيني وإذا مريت فهو يشفيني أبدا رسولي استعبئيز لي قاعد سألت دور القرآن معجزة الشفاء بقروا ستة وعيد ستة وعيد السنة أيدي هم يدروا دل الصيام بسم الله بنا عيد بنا دلال وإذا مريت فهو يشفيني وإذا مريت فهو يشفيني يا رب إخوة الشفاء شفاء مبيني يعني تغيب قرنا سبا دابوس سيدا يا جاء الله 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 اكبر بصراتك يا بيه نافي تجيا صوت 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 تجي خلني نافي تجيا خلك كيري زعما صارت اللهم صل على سيدنا محمد اجاوب اجاوب معايا او يا سلام الحمد لله فإذا مريت فهو يشفيني وإذا مريت فهو يشفيني ولم ذلك الرهن كانت تعزو بيدي الأمر إلا تعزو بيدي أنا من الأمر إخوة القرآن معجزة الشفاء لك من مني تنيم وإذا مريت فهو يشفيني وإذا مريت فهو يشفيني جدي الله أكبر الله أكبر يا ربك بري الله الله بسم الله بسم الله يا الله يا الله سمعت الصلاة بشينا صلى الله عليه وسلم استاذ وهذا هو معجزة القرآن لما ذلك ابن الطفولة ما يسمعون شوف طاب وهذا كله فضل من الله سيدة أدخل كذا أخوي شاود بني وعلا القرآن معجزة وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد بس إخوان ركب هذا كان بيجن الله أكبر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلوا سيد توحيد